يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه معلمة تسأل فتقول: أنا معلمة وأطلب من الطالبات إحضار أشياء بسيطة غير مكلفة لهم، لمن ترغب من الطالبات للشرح عليها أو لتقريب المفاهيم، وأضع درجة للطالبة على ما تأتي به، وأضع هذه الأشياء في المدرسة لتبقى لسنوات مقبلة، ثم يبقى شيء زايد، فهل يحق لي أن أوزعه على زميلاتي وعلى جيراني وعلى أقاربي؟ المعلم والمعلمة عليهم أن يؤدوا وظيفتهم التي كلفوا بها وهي التدريس، أما أنهم يجمعون الأموال فهذا ليس من شأنهم، هذا ليس من شأنهم ولم يكلفوا به، وأيضا يتحملون أمانة في ذممهم. فالمدرس يقتصر أو المدرسة يقتصر على عمله الذي كلف به ويؤديه. نعم.